اللعبة دي جديدة ومتأكد ان دي اول مرة هتشوفوها. اختاري كارت. خدت الكارت، بص فيه كويس، كلنا شفنا الكارت معاها. حط الكارت في جيبك، وعايزكم كلكم تختاروا كروت انتوا كمان. اتفضلي يا مدام، شكرا جدا. خلاص كلنا شفنا الكارت دخل في جيبها. هنعد، واحد اتنين تلاتة. أنا متشكر جدا ليكم يا جماعة، عن إذنكم. الأسوارة. أنت أعمى ولا شامم كل على الصبح؟ أعمى وشامم كل على الصبح. يعني لو كنت موتك كنت لبستني مصيبة؟ بقول لك إيه، ما تخلينيش أهزقك وإيه اللي قيمتك قدام صاحبك. أنت رايح فين؟ بص لي. اسمك إيه أصلاً؟ مراد يوسف العربي. وشقة البت دي على فين؟ رايح عند أمي وصاحبنا وصاحبنا معايا. ومفهمك إن هو بيحبك. وبعد ما يخلص معاكي عنده ميعاد مع بت، اسم البت إيه يالا؟ اسمها نانسي. بت اسمها نانسي. واخدك عند أمير صاحبكم المفروض إن هو عيال عشان يتعمل عليكي حفلة هناك. طلع حظك الحلو بقى إن هو كان هيلوشني بالعربية. هو عملتها ليه؟ أنا نايمته مغناطيسياً. لو عايزة تصحيه يقولي التعويذة دي 0 1 2 3 واحد اتنين تلاتة أربع ستات رشاد الشناوي دي نمرتي ثالث الحبس. أنا صحيح دلوقتي وهو هيفتكر إن أنا كنت بساعده يغير حاجات العربية. شكرا يا كابتن. لا يهمك كابتن، أنا رأيي تغيرها بقى لأنها شكلها مفسية كده. عندك حق. يلا نروح نشوف أمير. أمير مين يا كذاب؟ يا ابني كذابة، مش عايز أشوف وشك تاني. إيه يا بنتي؟ إيه بعيد يا بنتي؟ مش عايز أشوف وشك تاني. وقالت لي إيه؟ أكيد مش صدفة، لأن أنت مش بتعمل حاجة صدفة. إيه اللي فكرك بيا يا طه؟ زنقت فين شين؟ وحشتني يا رشاد. وحشتك فجأة كده؟ أنت اللي من ساعة ما أبوك اتسجن وأنت كبرانة في دماغك تغطس ولا تقبش. أنت عارف أنا عمري ما هحسبك على حاجة. بس بجد وحشتني يا رب. أنا قلت رايحك من مشاكل. تريحني مين وانا طلبت منك تريحني؟ وبعدين مشاكلك ايه غير شويه نسوان حواليك؟ مناسبة النسوان فين النسوان بتاعتك؟ ايه؟ لسه متوحشه؟ واكتر من الاول. رشاد انا عايزك في مصيبه. عايز ايه يا طه؟ عايزك في مصلحه ما ينفعش اقضيها لوحدي، لان المصلحه دي بالذات تخصك انت زي ما تخصني انا. السيرك ده مع انه خيمه مش نقالي بقاله 25 سنة في نفس المكان، ومليان بقى كواليس وسراديب، كان عاملها كريستي الله يرحمه تحت الارض. والحاجات دي بقى كلها هتنفعنا جدا في النمرة الأولى والأخيرة، بس محتاجين وصلة في النص. وأنا عملت مكنة بوصلة هتخرجنا من على المسرح لغاية بره. هتخرجنا بسرعة يعني هنهرب في الإنجاز؟ لا هي مش طويلة قوي كده، دي يا دوبك توصلك لغاية الباب. وأنت اللي هتقفله. يا شبح الناس الطرقينة دول سيع ومش هيدخلونا كده من الباب للطاق. اشمعنى يا طه؟ ده مفيش سيرك ولا مسرح ولا حتى كباريه درجه ثالثه عايز ياخدنا بسبب مشاكلنا وابوك اللي في السجن. اهدى شويه يا رشاد، خلينا نفهم. يا ابني احنا لو عملنا المكنه دي بالشكل ده وبالطريقه دي مليون سيرك هيبقوا على ركابهم علشان يشتغلوا معانا. ما هو المكنه دي والطريقه اللي انت عايز تنفذ بيها والناس اللي هتساعدنا عايزين فلوس كتير جدا. ايوه طبعا، مش اقل من نص ارنب مثلا. نص؟ ودول بقى هنشحتهم ولا هنلف على الموالد قيمه 50 سنه كده على ما نلمهم؟ لا دول هنسرقهم. كوتا كوتا ميلوكي ميلوكي لوفي مي، كوتا ميلوكي ميلوكي لوفي مي، تاكسو تاكي تشتاكي تاكشي، تاكسو تاكي تشتاكي تاكشي، تشيكي تشيكي بوتيكي كيتيكي تيغامو، تشيكي بوتيكي كيتيكي تيغامو، تاكسي هوكي سي هوكي هوكي مي، تاكسي هوكي سي هوكي هوكي مي، لا 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 لا. الموبايل بتاعه راح فين؟ فين يا ميدو؟ هيكون راح فين يعني؟ افتكر كده كان معاك اخر مره امتى؟ اخر مره كان معايا قبل ما ادخل البنك، رن كده عليه من موبايلك ليكون وقع مني وانا بنزل من العربيه. ما انت ماشي مش مركز. مش وقته.
الو لو سمحت ده تليفون جوزي. هو حضرتك لقيته فين؟ وريني. لا يا فندم انا ما لقيتوش، انا سرقته. نعم يا اخويا، يعني ايه سرقته؟ زي ما بقول لحضرتك كده. وينفع انا وحضرتك نتعرف؟ تعرف ايه وزفت ايه؟ يالا انت عبيط. لا 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 ارجوك بلاش غلط، ولو اني مقدر انفعالك. بقولك يالا الجهاز اصلا فيه جي بي اس، فبدل الاقسام والبهدله ويطلع عينك هات الجهاز وانا هبقى اشوفك. يا ريس التليفون وهو جديد ما يعملوش 5-6 آلاف جنيه. بس اكيد عليه حاجات تهمك وتخصك. انا وقفت قدام البنك كنت مستني واحد يركن العربيه الشيك زي حالتك كده يعني متريش ورقبه واشوف هيحط الموبايل بتاعه فين. حضرتك الصراحه سهلت عليا امور كتيره جدا. انك حطيت الموبايل في الجيب اللي ورا وده بيعمل حاجه اسمها اعتياد لا ارادي، يعني جسم حضرتك بيتعود على الاشاره الواصله في المخ وبعد شويه ما بيحسش بالموبايل ولا كانه موجود. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. اللي بقولك عليه ده نص تكنيك. النص التاني هو ان يعمل لك عامل مؤثر خارجي يجذب انتباهك، ودي كانت المنتهى الحلوه الشيك اللي عدت من قدامك وخبطت فيك وانت ماشي في الشارع وخرجت من البنك. يا ولادي الكلب أرجوك مفيش داعي للهجة الهجومية دي، إحنا كمصريين محتاجين نسمع لبعض شوية ونسيطر على أعصابنا. وأنا هقول لك أنا سرقت التليفون ليه؟ الإجابة بكل بساطة يا فندم إن أنا عندي مصاريف، جمعيات، قسط نادي، اشتراك الجيم، البنزين، الصيانة. أكيد في يوم من الأيام زي كل الناس نفسي أتجوز، وده معناه إن أنا لازم أحوش فلوس كتير علشان بعد الجواز بيبقى فيه إيه؟ شهر العسل. أنت فاكر الخمس 6 آلاف جنيه هيغطوا لك ده كله؟ ولا انا ما كنتش عايز اديك مصروف شهري. انا كل اللي طالبه من حضرتك هو مرتب الشهر ده بس 30000 ولا تليفون معاك اشبع بيه، وانا بعد ساعه واحده هجيب تليفون غيره. طب بالنسبه للصور اللي على التليفون بتاعت المدام في المصيف، ما تنساش انك انت فاتح عندي الفيسبوك والانستجرام وتويتر وكل مفتوح عندي هنا. الشات بقى اللي عامله مع سهى علي وشريهان السيد وزاز جامده قوي بصراحه، ما اظنش المدام تعرف اي حد فيهم. مش كده ولا ايه؟ الو ايوه مساء الخير، معاكي محروس كمال. لا ما انا بكلم حضرتك من رقم تاني يا فندم. ايوه ممكن اديكي رقم بطاقتي؟ انا عارف ان القرار صعب لاننا كمصريين انفعاليين. ده انت حرامي بارد ووسخ. خلاص هبعت لك الفلوس. فلوس؟ فلوس ايه دي اللي هتبعتها لي؟ ايوه مساء الخير، ازي حضرتك؟ انا كان جاي لي طرد كبير جدا على الموقع بتاعكم بس هغير العنوان اللي هستلمه فيه. هبعت لحضرتك مسج بالعنوان الجديد. متشكر جدا. لا بس انا خلاص كده مش محتاج من حضرتك الفلوس، عشان حضرتك عملت لي خدمه كبيره جدا، سجلت الكريدت كارد بتاعك على الموبايل وده سمح لي ان انا اخش اعمل شوبينج بحوالي 150000 جنيه. وفي نفس الوقت كان لازم بقى ايه اشغلك بموضوع طويل وممل انا شخصيا زهقت منه، لانك اول ما تعرف ان الموبايل اتاخد منك هتكلم البنك تلغي الفيزا. تسمع على خير. فلوس الحرام طلعت زي الحلال بالظبط. بقولكوا احنا كده حرقنا عربيتين ب 300000 جنيه. لسه ما وصلناش اللي احنا عايزينه. على فكره موضوع الموبايلات والفيز ده اتهرش خلاص، والعيال بقت تقول لبعض على النت. احنا لازم نلعب نمره جديده. اسمها ساميه زي الجنين الشرباطي، غنيه فشخ ابا عن جد، بتحب الانتيكات واي حاجه قديمه، هي شايف الاثنين اللي وراك دول لو شافتهم ممكن تشتريهم. لو انتيكات بسيطه، كلمتين فرنساوي على فيلا، المهم انتهي. لان الولايه دي مفيش محل انتيكات فيه كمصر الا لما بتفليه، بس في الاول بتكلم دكتور اثار كده اسمه السرياوسي. احنا مشكلتنا في الجدع اللي اسمه السرياوسي يعني. انا جبت لك تليفونه. وانا اعمل ايه برقمه؟ بقول لك جبت لك تليفونه. يا ابن اللعيبه. amazing really amazing فعلا تحفة، لوحة نهر الحب. بس دي لوحة الليل اللي فان جوخ. اصل انا كنت بتفرج على الفيلم امبارح، بحب الفيلم ده جدا. ريهام حجاج مذيعة الراديو. سامية شربل. انا ارتحت لك جدا، قررت افضفض معاكي. انا صرفت كل اللي ورثته عن بابا على اللوحات والانتيكات، وضحك عليا كتير قوي لغايه بقى ما قابلت عوام. مين العوام ده؟ عوام ده فنان شاب موهوب جدا جاي من ايطاليا، وايمانا منه بان الفن ده ملك كل الناس قرر يبيع كل لوحات بنص الثمن، اوريجينال كلها، ده معاه نص لوحات بيكاسو. بيكاسو؟ بيكاسو ورافائيلو ودوناتيلو كلهم. طب انت ممكن توديني في العوام ده؟
بصي مدام سمية، انا ارتحت لك وايمانا مني برضو بان الفن ده ملك كل الناس، انا هوديك له يعني كتير عليها طبعا. إيه استاذ عوام؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ استاذ عوام ازيك عامل ايه؟ فاكرني؟ انا اسفه جدا ان انا جيت لك من غير معايا. الفنانين مالهمش مواعيد. ميرسي جدا مدام سامية. عشان ايه مدام؟ مدام سامية كانت عايزة قريشة رافائيلو. اوه بس دي مش للبيع. جي ميكسكيوز مسيو عوام، كل حاجة في الدنيا للبيع. انا مستعدة حالا اكتب لك شيك ب 2 مليون جنيه لو عايز تصرفه دلوقتي. ممكن ايه ده 2 مليون؟ لا طبعا. امال عايز كام؟ انا عايز 300,000 جنيه، وطبعا المليون و700 اللي حضرتك عرضتيهم ممكن تتبرعي بيهم لجمعيه خيريه ترعى الحيوانات الاليفه. ده شيء يسعدني جدا. اميزنج، ريلي اميزنج. بس طبعا لازم اكلم حد يجي يشوف الحاجه. يا شيخ اكيد ده حق حضرتك. جيم اكسكيوز. هي مساء الخير يا مدام ساميه، ازاي حضرتك؟ دكتور سرياوسي. لا انا مش دكتور سرياوسي، انا احمد عبد ربه معيد عنده، يعني هو موكلي، هو في لندن، فانا النائب بتاعه يعني في اي استشارات او اي فحوصات. اوكي يا فندم. حاضر. من عينيا. سلام. اقل من ساعه اكون عند حضرتك. دلوقتي احنا فلوسنا كلها كملت واللعبه الكبيره هتبدا، وزي ما ابونا علمنا الحاوي محتاج 3 حركات علشان الناس تسقف له وما تكشفوش. الحركه الاولى تشتيت الانتباه. بص يا بالينا، وي ويل جيف يو شو. انا نفسي اتخضيت. انت اتخضيت؟ نعمه اتخضيت. يعني انا بقى اي تيل يو ذس ميك يور سيركس نمبر 1. تخيل مان هير هوب في ثانية بيهايند ايتش ريبو، شغل عالي برتغالي. حسين امين. امين خفة الايد. واحد اثنين ثلاثة 4 6. لفت الانتباه. لفت الانتباه. حضرات السادة المشاهدين، والآن مع الفقرة المميزة فقرة الحماس بقى ليكم تشوفوا ايه اللي هيحصل، بس اللي هيحصل دلوقتي دي مش خدعه، دي حقيقه. حقيقه من صحراء بجد، مخويين الجن والعفاريت. امسكوا في عيالكم كويس وخدوا نفس عميق جدا عشان ممكن يتكتم دلوقتي حالا. خدتوا نفسكوا؟ يلا. احنا بقالنا شهر بنعرض، انا زهقت فشخ. انا كمان زهقت يا رشاد، بس عايزنا نعمل ايه يعني؟ لازم نجهز واحده واحده من غير ما حد يحس بينا، والا ابوك هيضيع منا. وهي تعديله واحده من فضلك. هي التعديله دي لازم نعملها عشان لما يجي لك التليفون يا شبح تبقى انت امان. لما
بس كده هو ده اللي احنا عايزينه. قول لي ايه بقى؟ ما هو مش اصلا مش مركز معانا، مش متابع، مش عارف ايه مش في البروفه فوكس وذ اس هنا بول. اوكي بس اي كانت اندرستاند واي يو وانت تو كلوز اول ذا دور دورينج ذا شو. بص يا بول، ذيس تريك نيو سيل ا لوت اوف تيكت دبل بيبول هنا على طول. اه وي ويل سيل ذا تيكت فور 200 باوند 200 لو مش عايز ويل جو تو يور كازن ان اسكندريه. لا لا انا مش عايز فيليب، انا عايز الشغلانه دي. واحنا بنتكلم انجليزي ليه اساسا؟ فاهم كده يا ريس، المواسيب كلها مترشحه حوالين السيرك. الواد دبشه ما شكش في حاجه ولا حس باي عوق كمان. الواد دبشه ده اصلا رايحه منه وهبه، قلت له ده جزء من العرض راح بلاحها على طول. احنا كده جاهزين يا ريس على المفتاح، يجي لنا التليفون ننفذ على طول. ماشي تمام يا كمان. اركن بلن عمال السيرك ستة، ما بيبقاش في حد في الكواليس خالص غير النمرة اللي بعدنا، كلهم على بعض ثلاثة أربعة وحبايبنا. راجل حطه على السبيكر. الو النهارده يا طه. النهارده ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. ما اتكلمتش من بدري ليه؟ انت قلت لي انكم جاهزين على تليفون مني. ايوه بس يعني انا عايز افهم. النهارده الثلاث حفله الظهر مش هيبقى فيه اكتر من 50 واحد. يوم الجمعه المسرح هيبقى مليان ومش هتعرفوا تتصرفوا. والاهم من ده ان احتمال يبقى فيه شخصيه مهمه تحضر العرض النهارده. افهم. شخصية مهمة ايه؟ والنهارده ازاي احنا مش جاهزين كده؟ طه انت مش خايف؟ اخاف اتحبس يعني؟ لا يا موت يا شرح. محدش بيموت مرتين يا رشاد. انا بصراحة بقى خايف. وانا كلمت خايف. احنا لسه فيها على البر، ممكن اكلمه ونرجع. بص لا احنا صعب جدا نرجع ورا دلوقتي. نرجع ده ايه؟ انت مش جايه معانا اصلا. انت بتقول ايه يا طه؟ هو من امتى انا مش معاك؟ وبعدين على فكره انا الوحيده اللي متربيه في السيرك ده وحافظه كل شبر فيه، يعني لو حصل لكم اي مصيبه هتحتاجوني هتحتاجوني. أنا عمري ما حبيت حد قدك، ولا عمري في يوم منيت أكون مع أي حد غيرك. عشان كده مش ممكن أخدك المصيبة بإيديا حتى لو اضطريت أمنعك بنفسي. لا أنت أكيد بتهزر صح؟ مش تعمل كده يا طه. طه فكني، طه فكني، فكني يا طه. لو غلطة واحدة حصلت كلنا هنموت، أنت فاهم؟ لو ما لحقتش تجري في الخمس ثواني والواد ولع النور كلنا هنموت، لو الدبان كلها ما اتقفلتش كلنا هنموت، لو الشغل اللي بره السيرك كله ما اتعملش في ميعاده كلنا هنموت. على فكرة مش خايف على نفسي بس، أنا خايف عليك أنت كمان. أنت عارف أنا خايف من إيه؟ إيه؟ خايف هتهب معاك وتتجنن فيها زي ما بتعمل كل مرة. المرة دي ما ينفعش، أنت فاهم؟ ما تفكرش انت بس في توتا وكله هيبقى تمام. توتا ما
الخوف برضو مطلوب لان هو ممكن ينقذ حياتك وانت حياتك تهمني. تعرى شادي يلا بسرعة. يلا عرض الليلة هو عرض جديد وأكيد محدش فيكم شافه قبل كده، صح يا رشاد؟ صح يا طه، عرض عمركم ما هتنسوه واحتمال إحنا كمان ما نساوش. عرض النهاردة الكبار فقط. نقضي شوية وقت معاكم من غير إزعاج، اللي هيفتح بقه أو يعمل أي حركة كده ولا كده هفضي الخزنة دي فيه، فاهمين؟ كله طلع موبايلاته، طلع موبايلك ياه، طلع يلا ياه. والله العظيم يا باشا أنا معايا موبايل. يلا 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 لف. القرد بيتكلم وبيقول السيرك وكل اللي فيه تحت السيطرة. ايوه صباح الفل يا باشا، انا بس كنت عايز ابلغ عن حادثة حصلت دلوقتي في السيرك الاوروبي اللي في المعادي. في عصابة كده خطفت السيرك وواخدة الناس رهاين وانا واحد منهم يا باشا. ولا مش ناقصة برشمين على الصبح يالا. مش مصدق؟ طب اسمع كده يا ريس. من الوقت اللي بلدنا تقوم مشاريع كبيرة زي دي، المشروع ده هيوفر تقريباً 4000 فرصة عمل، غير إن إحنا هنصدر الأنسجة بدل ما نستوردها. طب بالنسبة لتعميل المشروع يا فندم في حالة تصاعد الأعمال الإرهابية اللي بتمر بيها البلاد؟ مفيش انفلات أمن، الأمن رجع الشوارع ويسأل في ذلك السيد وزير الداخلية. أنت عارف إن أنت عمرك ما جبت لي خبر حلو أبداً؟ مدير قطاع الامن المركزي ومدير امن القاهره والامن القومي، اروح القاهم في اجانب في المكان يا ابني. بس هي خدت اعصابكم انتوا كمان. كل نبذات الدائري من المنيب للمعادي. نبذات الدائري من الناس اللي هي جديده.
واقفه وداخله على موقع الاحداث قدام السيرك. لا 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 معايا كاميرا. لا ممكن ما تبعتليش حد بس ممكن تبعتلي عربيه بس. الناس دي بتعرف قبلنا ازاي؟ يا ساتر وزير، هتعتقد ان المجموعه الارهابيه ليها علاقه بزياره الرئيس الفرنسي الاسبوع القادم؟ انا لا اعتقد اي زفت ولا عندي اي معلومات. عدوني طيب. ايه السيرك كله محاصر بقوات الامن المركزي وقوات مكافحه الشغب يا فندم. ده غير دور والدينا ما تنساوش كده، مش ناقصنا حاجه. رهينا قد ايه؟ تقريبا 50 يا فندم. تقريبا تجانب قد ايه؟ 8 يا فندم، من ضمنهم زوجه السفير الانجليزي واولاده. رضاكين يا ماه، يعني هي سابت الدنيا كلها وحلت تخش السيرك عندنا؟ ده من جمال امه ولا هو الساحر اللي اسمه مدحت ما عندهمش زيه؟ الهجوم المسلح مش هينفع يا باشمهندس، هتبقى كارثه. التشكيل اللي جوه ده ايه؟ مفيش اي تفاصيل عنه يا فندم، قطعوا شبكات الانترنت ووصلات التليفون وكاميرات المراقبه. لا معلش، انا سالت 3 اسئله حضراتكم لغايه دلوقتي كانت اجابات تقريبا وما نعرفش ولسه مفيش اي تفاصيل. امال انتوا سايبيني يبقى لكم نص ساعه بتعملوا ايه؟ تلعبوا جيمز؟ في ايه؟ شوف لنا يا ابني اي وسيله اتصال بيهم، اكيد هم سايبين لنا حاجه نكلمهم بالكلام. ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انت بقى ما بتردش على تليفوناتي عشان تعمل الجريمه دي؟ ايه الجمدان ده؟ ايه البيوت ده؟ انت مش خايفه؟ بتعمل ايه انت؟ بتساعد انت مجنون ولا ايه؟ دي قنابل اللي هيعديها تنفجر ونموت كلنا. انتوا عايزين مننا ايه؟ احنا مش عايزين منكم انتم اي حاجه. حرام عليك، ده احنا كنا جايين نخرج عيالنا. مش عايز اسمع صوت. طول ما انتوا سامعين الكلام محدش هيتاذي. ايوه يا ابني، اللي بيكلمك دلوقتي وزير الداخلية. ألو؟ الخط واصل ولا إيه؟ الخط واصل. بس أنت لما قلت وزير الداخلية أنا خفت. اتخضيت. وده اترعشت وزي ما أنت سامع كده لساني تقل. لدرجة إن من كتر خوفي ده بفكر أموت كل الراهين اللي عندي. طلباتك. تنزل القناصة بتوعك من على المسطح اللي حوالين المبنى ده. ما حصلش. ما تخافش. أنا لسه ما موتش يا أهم. بس عايزك تبقى فاهم كويس قوي، أنا زارع 40 قنبلة في كل واحد قاعد في المكان، أجانب ومصريين، والقنابل دي كلها متوصلة بريموت كنترول. والريموت ده له زرار واحد. وأنا إذا اتضايقت هدوس الزرار، والناس دي كلها هتتفرتك. إحنا عايزين نتعامل مع العميد يوسف شامة. أو العميد زكريا النصر. العميد يوسف شامل بقال الله، أنت هفهم من شهرين. يبقى العميد زكريا ألمص. زكريا ألمص ده إحنا رفدناه. أنت عايزه في إيه؟ ما هو قدامك حل من الاتنين. يا تبعت لنا العميد زكريا ألمص، يا تطلع يوسف شامل من التهمة. يا ماهر. شكلنا كده داخلين على أيام سودة. محدش هيموت صح؟ إن شاء الله مفيش حد هيموت. محدش له ذنب في اللي احنا بنعمله. وأنت كمان يا دودة مفيش أي ذنب في اللي احنا بنعمله. وراي بص بقى يا استاذ، من هنا تقدر نشوف السيرك كله. متشكرين يا ريس. متشكرين ايه؟ شال. طيب هنرضيك واحنا نازلين. نازلين ايه؟ عايز 3000 جنيه لكل كاميرا من دول. احنا مش كل يوم بيجي لنا حدث تاريخي زي ده. ايه الجشع ده؟ جشع ايه اللي مش عاجبه ينزل؟ استنى. ده تلاقوا كل واحد فيكم واخد له 100000 جنيه. اتفضل. ما بتجوش غير على الغلابه. يلا اعمل لنا شاي بقى. لو على الشاي على حسابي. السلام عليكم. احنا هنفضل هنا كتير؟ ايه وراكي حاجة ولا ايه؟
اخرسي خالص يا تيسير، الراجل ده مش هيستحملك زي، يعني يا رب ما كانتش امها تيجي النهارده، كانت تظرف رصاصه هي وامها وارتاح منهم الاثنين في يوم واحد. بان على حقيقتك يا ناقص. لا بقى، ابوك طلب النجف وقلت ماشي، والغساله قلت ماشي، والثلاجه والبوتاجاز قلت ماشي، امال لو كنت بخطب الانسه هيفاء وهبي كنت هتكلف ايه؟ صلي على النبي يا عبد العزيز، وانت كنت هتخطب الاستاذه هيفاء وهبي ازاي يعني؟ مش فاهم. اول خروجه خروجه معاك يا شيخ، تتمسك رهينك انها بتنام، انت بومه بومه، حاول اخد اخر كمان. انا بومه يا راجل يا فقري يا عديم الدنيا. عيب يا تيسير، عيب يا عبدو، عيب عليكم كده، احترموا بعض شويه، او احترموا اللحظه اللي احنا فيها، ده احنا كلنا ممكن نموت. انا بالصبح انا عارف انا مش هروح النهارده، ايه اللي جابني هنا بس؟ امبارح اتصاحبت على البنت صاحبه محل الجواهرجي اللي جنب السيرك هنا، خدت لها شبه تتصور مع تافهه قوي، ضربت على الهارد بتاع كاميرا المراقبه وحطيت واحد تاني مكانه، مع اني كان نفسي اتشهر وصوري تنزل في التلفزيون، بس يلا. ده يا فندم تفريغ الكاميرات المحلات اللي جنب السيرك. وهي شطراده اتفرج عليها في الشارع ولا ايه؟ اسفين لي عليك. لا يلا، وفي عيد من اول اليوم شغل. ما كنتش اعرف انكم فيها، لو والله فتشني فتش. اسمعي لي سيدي، تريقوا علينا شطراد، اقفل الزفت ده. معلش يا فندم، فتشني فتش. سياده الوزير، مكتب رئاسه الوزراء على التليفون. الو؟ ايوه يا فندم، ملتزمين بضبط النفس للحفاظ على ارواح الرهائن يا فندم. لا الحقيقه يا فندم مش عارفين عددهم ولا الحوادث. حاضر فندم، تحت امرهم عليك. لا فور فندم. ماهر. نعم يا فندم. عندي اجتماع في رئاسه الوزراء بعد ربع ساعه، جهز العربيات، اتحرك. سياده الوزير، احنا في مشكله كبيره جدا. تمام معاليك، واضح فندم اننا قدام تشكيل كبير، مش مجرد قاعد بلطجيه. فندم الولاد دول اتقطعوا الاتصالات والانترنت، حتى اختيارهم لليوم اللي هجموا فيه وحجزوا الرهائن اختاروا يوم يكون الدنيا فاضيه فيه، يوم تلات مش خميس ولا جمعه الدنيا تبقى زحمه. حتى كاميرات المراقبه اللي في المحلات المجاوره للسيرك رجالتنا لما جابوها اكتشفوا انه عليها افلام اسماعيل ياسين. وانت عايزني اقول لهم اسماعيل ياسين؟ اعتقد محمود ياسين افضل. العيال اللي جوه دي طلبت تتعامل مع العميد زكريا ألمز. العميد زكريا ألمز اترفض من الداخليه ولا يمكن يرجع لها تاني. العيال طالبينه بالاسم، والعميد زكريا ما اترفدش، ده استقال وكلنا عارفين الكلام ده. ايوه، بس هو استقال بعد ما خرج بالداخليه بفضيحه، ثم اكيد الولاد طالبينه لانه ضابط شمال هينفذ لهم اللي هم عايزينه. سياده الوزير، القرار الاول والاخير ليك، ولازم نجنب المشاكل الشخصيه وبالذات في المصايب المهببه دي. يا فندم مشاكل شخصيه ايه؟ ضابط خرج من الداخليه لسوء سلوكه، ثم انا اللي برجع اقول ايه للضباط والقيادات اللي عندي. فندم انا عندي كفاءات عاليه جدا تقدر تتعامل مع الموقف، بس انا محتاج شويه وقت مش اكتر. ده قرار اعاده العميد زكريا ألمز للخدمه، امضيته ترجع لسياده الوزير. قرار قرارك سياده الوزير. طلعنا بس يا ريت ما تقولوش ان الولاد طالبينه بالاسم. وزير الداخلية ومعاوني باتخاذ الإجراءات اللازمة وتفويض كل الصلاحيات من أجل تحرير الرهائن. داليا كردوس، قناة المنيرة. خير يا فندم. خير ايه بالرزق اللي انتوا بتعملوه؟ النجاره شغاله اهو. انتوا جايين تقبضوا عليا ولا ايه؟ ذاكر يا باشا، ده قرار رجوعك للوزاره يا فندم. لا يا شيخ. دي حاجه حلوه. طب انا عايزك تبلغ رساله لسياده الوزير. قول له زكريا ألمز مرفوض. بعدين يا ابني انا مش تحت امره. وقت ما يعوز يرفدني يرفدني، وقت ما يعوز يرجعني يرجعني. وبعدين بصراحه بقى انا مش فاضي. برب الكلب بتاعي. بشرب قهوه. تيجي تشرب قهوة معايا؟ ولا انت شكلك مش فاضي؟
امس كام زكريا باشا لو سمحت الموضوع كبير جدا يا باشا سمعة البلد اهم من اي خلافات شخصية سمعة البلد تخلينا نجيب وراه بس انت ولد كويس اقنعتني سيبني بقى اروح اغير هدومي واحلق دقني في الظبط دقنه طويلة مش كده بس انت برضو ولد كويس أبو جورج إن زكريا بيرجع الخدمة تليفون جالك يا معلم؟ لسه مفيش جديد كان الموضوع شكله هيطول بقى أنا إيش ضمني إن المية دي ما فيهاش سم ولا فيها مخدر ده مش شكلكم قتالين قتل اصلا وانت السم والمخدر هيفرق معاك بزورك ده اقرص احنا عايزينكم عايشين امسك بس لو حد قال لي معانا مش هيهمنا حد الا انت طبعا يا جميل موتنيش مش عايز اموت موتنيش بس يا ابني انت اقرص مش عايز اسمع صوت حد طيب اعتبر اعتبر مع السلامة صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم يا ترى عدد الرهائن قد ايه وعدد افراد التشكيل عصابي قد ايه لا يا ريت معرفش وزارة الداخلية كلها حوالين السيرك ومحدش عارف اسمع زكريا تاني غصب عني وانا كنت اتمنى يكون عندك نقطة دم وتعتذر يا باشا مصلحة البلد في كل اعتبار وبصراحة بقى بعد ما عرضت قرار رجوعي للخدمة اللي فيه كل الصلاحيات فأنا بتصور يعني ساعتك تستريح كده في غرفة العمليات في الوزارة وأنا أوعدك إن أبعت لسعادتك تطورات أول بأول شوف هو أنا هعمل كده بس ده لأن الأرض ما تسعناش إحنا الاتنين بس انا عايز اقول لك على حاجه مش هرف امي لو حصل وفشلت وخذلتنا زي كل مره لفشه مش هكتفي باقالتك هسجنك طمن يا فندم شد حيلك مقبوله يا فندم مقبوله ايه وسيله الاتصال بالعيال دي ايوه يا ابني سياده الوزير لا يا سيدي انا مش الوزير لحظه كده معايا اطلب لي واحد قهوه على الريحه تصور نزلت النهارده الصبح وما كملتش القهوه بتاعتي اي لا مش انت بقول لك ايه عشان ما نتعبش نفسنا كده انا جهزت لك كل طلباتك يا عم في شنطه فلوس في طريقها دلوقتي المطار وفي عربيه جيب سودا متفيمه والتكييف بتاعها شغال هتركبها انت وكام رهينه ونصيحه بقى تطلعوا على تركيا مفيش بيننا وبينهم معاد تسليم مساكين عايز حاجة تانية يا عم؟ فلوس ايه وعربية ايه؟ ما انا يا ابني بريحك من المناهدة والمناقشة ووجع القلب وبعدين الدم اللي هيبقى بيني وبينك هيبقى كبير مش دي برضو الطلبات اللي انت بتطلبوها في الافلام؟ زكريا يا باشا عايزك تتأكد انك مش في فيلم وبعدين انت جيت بسرعة قوي ياه انت تعرفني بقى بص وراك كده شايف العمود؟ في عمود جنبه مرسوم عليه انزل التبشير العمود ده هينفجر كمان خمس دقايق خبير مفرقعات واخلوا المربع ده فورا باشا باشا كلهم يفكوا السلك الازرق وانا ايش ضمني مفيش اي ضمانات قدامك 30 ثانيه فك السلك الازرق
فك السلك الازرق نفذ الامر. زكريا يا باشا، طبعا انت عارف ان انا ليه عندك واحده كده، وعشان تتاكد ان انا ما بهزرش يكون في علمك السيرك كله والعمارات اللي حواليه مزروعين قناه يا باشا، ومش المربع ده بس، لا ابعت رجالتك على مول 6 اكتوبر حمام الرجال، هتلاقي هناك مفاجاه جميله هتنفجر كمان 30 دقيقه، والمره دي بقى اقول لهم يفكوا السلم الاخضر. بعد كده عايزك تكلمني تشكرني، وساعتها اقول لك طلباتي ايه. اتصلوا لي بمكتب الوزير. انا جبت تفريغات كاميرات المراقبه بتاعت المطعم اللي جنب السيرك، ده غير الهارد اللي اتسرق النهارده بتاع اسماعيل ياسين. وبعدين في مجموعه بتفرغ كل صور الناس اللي دخلوا السيرك في خلال يومين، وفي خلال ساعه هيكون في حصر مشتبه بيهم. بس انا عايز عربيه الام ديو. نعم عايز ايه؟ عربيه الام ديو ساعتك. ليه ان شاء الله؟ لو تحارب ولا ايه؟ هتلمني ملفات اهم اماكن في الدوله، الامن العام وامن الدوله في عربيه واحده؟ ايه ده يا فندم؟ انت مش غيرتوا اسم امن الدوله؟ الامن الوطني يا سيدي، ايه دي اللي فرق معاك قوي؟ ايوه بس علشان نفهم. لا لا اوكي اتفضل. يا فندم الموضوع خطير جدا، احنا مش عارفين العيال دول مفخخين ايه بالظبط، دول ممكن يكونوا مفخخين الوزاره هنا. لا طبعا على الوزاره، شوف غيرها. بعد الكشف عن الخرائط يا فندم لقينا على بعد كيلو واحد من السيرك في بنك مهم جدا. عارفه. ورا السيرك في مكان الإقامة الجبرية بتاع كمال عبد اللطيف، حضرتك عارفه برضه، وعلى بعد 3 كيلو في 3 مباني حكومية. يا فندم بعيداً عن أي مشاكل شخصية. حضرتك إحنا في مصيبة يا فندم. الله يطمنك. خير إن شاء الله. خير. مساء الخير يا فندم، مندوب مكافحة الإرهاب. مساء الخير يا فندم، العميد علي الزهيري المسؤول عن الام دي يو. سعادتك بس يا ريت تدينا 30 دقيقة نكون حددنا الشخصيات اللي تم تفريغها على الكاميرا. كان نفسي اركب العربية دي من زمان. احنا دلوقتي المفروض نخش السيرك، نحجز الرهائن، يجي لك التليفون عشان تطلب الطلب الأول، اللي احنا أصلا ما تبلغناش بيه، البلد كلها حوالينا، هنعمل إيه؟ هنستنى لحد امتى؟ بقول لكم ايه؟ احنا من الاول عارفين ان الموضوع مش سهل، وانا مش شايف اي حل تاني غير ان احنا نستنى.
ليه ده بيتكلم؟ عامل لي بحث على ايلين دول. ايوه يا ابني. ايوه يابا. خد عندك الطلب الاول لافراج عن السيد موافي زكي وعن علي زينهم حسنين. طب قول الاسمين تاني كده علشان اسجلهم ورا. اللي حواليك اكيد سجلوا الاسماء يبقى ارجع لهم. دول اتنين ارهابيين تبع تنظيم القاعده. انت ايه دخلك بيهم يا ابني؟ بقول لك ايه؟ انا بأمر وانت لو ما نفذتش ارواح ناس كتير هتبقى في رقبتك، وانا ما بتكلمش على الناس اللي هنا بس، انت عارف كويس انا بتكلم على ايه. وراهنك على 100 جنيه انك هتروح تجيب لي جوز الرجاله دول. اعتبر نفسك كسبت الراجل. عايز العيلين فين؟ عايزهم هنا في السيرك. انا عارف العيلين دول. استعجل البحث عن العيال دي. وايه بقى دخل القاعده في اللي احنا فيه؟ مش عارف. جاي الزكريا ده بيلعب بينا. بيلعب بينا ازاي؟ وهيعرف منين اصلا ان احنا ما نعرفهمش؟ مش عارف. بقول لك يا طه انا ابتديت اتوتر وممكن تهب مني واعمل حاجات كلها هنندم عليها. انت عايز نعمل ايه يعني يا رشاد؟ يعني ايه عايز منك ايه يا طه؟ يعني انت جايبني بعد 3 سنين شغال لوحدي تسحولني معاك هنا؟ رشاد اهدى. لا مش ههدى. ده ايه؟ ما بيعش تبعتوا الاثنين. انت اتجننت يا رشاد؟ زكريا يا باشا دي بيانات كل اللي في السيرك من اول تواريخ ميلادهم. ايوه بس ايه علاقه العيال دي بتنظيم القاعده؟ ما اظنش يا فندم ان ليهم اي علاقه. حسيت في لحظه ان الولد اتفاجئ لما عرف انهم من التنظيم. عندي احساس ان في طرف تاني راس بتحركهم. العيال دي يا فندم عروسه، في حد بيلعب بيهم. طب وتعمل ايه؟ اوعى تقول لي خرجهم. مفيش حل تاني يا فندم. وبعدين اطمن سعادتك الحراسه حوالين السيرك اكبر من الحراسه حوالين السجن. ايوه بس خد بالك يا زكريا العيال دي كلها عليها احكام بالاعدام. هيخرجوا على مسؤوليتي يا فندم. مسؤوليتك ازاي؟ هتتقدم مكانهم؟ ده الواجب. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. نعم. لا لا ده انا بدعي لك ربنا يوفقك. يا رب يا رب ان شاء الله. يا رب. تفتكر ولادنا على فين؟ الله اعلم. منه لله زكريا لولا ان جابنا من بيوتنا وعارف ان احنا اللي قتلنا السياح في شرم الشيخ احنا كان زماننا في حته تانيه. فتش الواد لقرا بعت لك معاه حاجة. علي هنا اقف انزل على الأرض. انتوا بقى محبوسين في ايه؟ ما تنطق يا ابني. هو انت ما تعرفش؟ احنا عارفين كل حاجه بس بنحب نسال. استنى واحد كافي. بعد اذنك يا طه. استنى استنى. حظك. اتفضل. ايوه. القرد بيتكلم. ما تفتكرش
قدرش اني ارد عليك غير لما تقول كلمه السر. الراجلين معانا هنا، احنا كده خلاص عملنا كل اللي طلب منا. وانت تعرف اصلا ايه اللي مطلوب منك؟ بقول لك ايه، انا مش طالع رشاد اخوه وساعات بتهب مني، فلو ما قلتلناش بالظبط كمان 10 دقايق عايزين مننا ايه؟ انا هموتك كل شويه واحد. مات الكلام. انا ابتديت احس ان في مصيبه بتطبخ بره السيرك. تفتكر يا ماهر العيال اللي جوه دول خاطفين الرهائن ليه ما دام ما طلبوش فلوس؟ انا متاكد يا ماهر ان العيال دي عرايس في ايد حد تاني، بس الحد التاني ده بقى عايز ايه؟ ولا يمكن يكون العيال دول بيعملوا حاجه بره واللي جوه ده تمويل؟ ما تفكر معايا يا ماهر. يا ولاد اللقيمه، الحكومة المصرية تستجيب لطلب المجموعة الإرهابية بالسيرك وتقوم بإخراج 2 من أخطر الإرهابيين الموجودين. أنا مش فاهم البنت دي عايزة إيه بالظبط؟ يعني إحنا لو هجمنا ونص الرهائن ماتوا نبقى غلطانين، ولو تعاملنا بهدوء وضبط نفس برضه نبقى غلطانين. العميد زكريا ألمص. ما تشوفوا لنا حل في البنت دي يا جماعة. بعد إذن معاليك، مش هينفع الكلام ده خالص، هنقلب الصحافة علينا يا فندم. مفيش حد أبدا مقدر اللي إحنا بنعمله. رايحة فين انت؟ تعالي بكلمك. انت بتعملي ايه يا وليه يا مجنونة انت؟ اثبتي مكانك. بقول لك اثبتي مكانك. كده؟ جاية فيكي. رايحة فين يا حلو؟ انا ابني بياخد انسولين، ولو ما خدش الحقنة كمان ساعة ممكن يموت. وناش ضمني ان انت ما بتعمليش فيلم عشان تخرجي انت والواد. ارجوك، ابني لو ما حركش ممكن يموت. طه طه، انا مش هنسيب الواد يموت. وانا لو سبتك انت والواد تخرجوا هتبقى غلطة كبيرة، والغلطة في اللطة اللي احنا فيها دي بموت. أرجوك سيبه يخرج لوحده وأنا هفضل معاكم. لا، يعني احتمال وارد إن كلنا نموت دلوقتي، ساعتها الواد هيتيتم، وأنا مرضاش أكون سبب في حاجة زي دي، لأني يعني مجرب الإحساس ده لما أمي ماتت وأبويا دخل السجن. بس أنا ممكن أعمل تعديلة بسيطة في الخطة. مش هينفع تخرج. ايه رشاد فيه ايه؟ الواد لو ما خرجش هيموت. انتوا مش فاهمين انا بقول ايه؟ مش هينفع يخرجوا. ما تهدى يا عم انت، لا تموتنا كلنا. انت اللي هتموتنا كلنا يا طه. الواد يخرج لوحده. سياده العميد انا مش هقدر استنى اكتر من كده. الوضع خرج بره السيطره. انا اديت اوامر بالاقتحام. يا فندم العيال دي مش هي المطلوبه. دي عيال اكيد اتلعب بيها. زمانهم بيخبطوا جوه دلوقتي. زكريا انا ما يهمنيش مين المطلوب بالظبط، انا يهمني الوضع ده ينتهي وفورا، حتى لو هتضطر على الكل. ارجوك ارجوك اديني فرصه وبعد كده سعادتك تعمل اللي انت عايزه. قدامك 15 دقيقه بعد كده ما تطلبنيش. اقتحم. زكريا باشا، في مصيبه تانية. باب السيرك بيتفتح. قول لي يا بابا، في كام واحد جوه وخرجوك ليه؟ انت ده بسرعه الولد بعده في عربيه اسعاف. باشا انا عندي سكر وفي حاجه باخدها دلوقتي، لو ما خدتهاش ورحمه امي. انت ليه محسسني ان انا بايع عليك؟ يلا ما تخلص تموتك. انا مش عايز اموت يا باشا والله. يعني بقول لك اخلص. ايه الغبي ده؟ ولو اي حد فيكم فتح بقه هتقع فيكم الضرب. يا ابني شد الوسطى، ده شكلهم قتلوا القتلة هيموتونا. كفايه كده يا طه، احنا بيتلعب بينا يا طه، وبدل ما ابوك يخرج من السجن احنا اللي هنحصله، ده لو ما شفوناش اصلا هنا يا ريس. ايوه انا الراجل اللي بتدور عليه. على فكره لما خرجت الولد الصغير اكتشفت انك بني ادم. افتح السبيكر. ما رأي انك تخرج حد من عندك، هتفاهم معاه نخلص من الموضوع ده. لا انا شايف ان انت اللي هتقرسنا هنا. ده مش هيحصل سعد. لا هيحصل، وكل 10 دقايق هموت لك واحد. تعالى اسمك ايه؟ اسمي عبد العزيز. انا هعد من 1 لـ5، بعد 5 عبد العزيز هيموت.
طب سعادتك اديني ساعة واحدة بس عشان أمن سعادتك. واحد. طب اديني أقل من ساعة وأنا هدخل لك. اتنين. ما تعقل يا رشاد أنت بتعمل إيه؟ تلاتة. قلت لك هدخل لك بعد ساعة. أربعة. في تلاتة يا رشاد. أنت كنت عارف كويس إن أنت أول واحد. يا فندم انا لازم ادخل العيال دي. اتمنى بس الرهائن ما يزيدوش واحد. الله اعلم بقى، في رهينه اتقتل يا فندم وكفايه رهينه واحده. ده انسب معد الهجوم اثناء وجود العميد زكريا جوه. طبعا لا، في خطر على حياته وحياه الرهائن. حياه الرهائن دي مسؤوليتنا. احتماليه الفشل قد ايه؟ احتماليات النجاح بدون خسائر 80% يا فندم. شوف انا عايز اقول لك على حاجه، زكريا لو حصل له حاجه انا مش هرحمك وانا سامع نفسي. ده صاحبي من 20 سنة. إن شاء الله يا فندم مفيش خسائر. على بركة الله. نفذ. زكريا، بعد دخولك بعشر دقايق أنا هقتحم. هطربق السيرك على اللي فيه. وش لازمة؟ الكلام ده احنا اللي بنعمله يا ابني. مش قلت فتت ضابط شرطه؟ خش. اللي انتوا عملتوه ده غلط، ما دام ما طلبتوش فلوس ومحدش اتأذى كان ممكن الموضوع يعدي. بعدين ما اظنش ان الاثنين الارهابيين دول تبعكم. انتوا مين وعايزين ايه؟ طالبين الحق يا باشا. احنا مين دي امرها سهل. ممكن نقول لك. بس الاهم من كده احنا طالبينك انت بالاسم ليه؟ انت عبيط يا ابني. انتوا اللي طالبيني انا اللي المفروض اسال. انا عبيط وساعات ببقى غشيم. بس هريحك واحكي لك على حدوته من الاول. الحكايه بدات من اكتر من 3 سنين. حصل انفجار في فندق في سينا ونزلت ولميت 10 بني ادمين على باب الله، منهم واحد اسمه يونس عليوه الشناوي المجاتي. راجل غلبان كان شغال في فندق، اتصادف وجوده في المكان. 3 سنين ما نعرفش هو متاخد فين ولا متاخد ايه ولا اذا كان حي ولا ميت. لغايه لما جالي تليفون من واحد معرفوش قال ان معاه دليل براءه ابويا، بس شرط نعمل العمله دي، وطلب ان احنا نطلبك انت بالاسم تتفاوض معانا. مش معنى بقى انت بالزيت؟ اعرفه. كل اللي اعرفه ان الاثنين دول محكوم عليهم بالاعدام في نفس القضيه. رفضوك من الداخليه ليه يا زكريا؟ انت كان ابوك اتسجن ليه؟ انا ابويا اتسجن ظلم. اعتبرني انا ابوك في الهوا. لا، انا ابويا بقاله 3 سنين محدش حتى حقق معاه. انت عملوا فيك ايه؟ قعدوك في بيتكم معزز مكرم. ايه الظلم الحنين ده؟ رفدت ليه يا زكريا؟ حاجه ما تخصكش. لا تخصنا، ولو ما قلتش هقتل الواد ده. واحد. اتنين. انا اتحرك الطياره. علم مجموعة القوات الخاصة تبدأ التحرك، وتوقيت الهجوم ساعة 659. ثلاثة. خلاص. علشان حبيت شغلتنا ديت ما ينفعش قلبك يصحى. لازم يكون ميت. بس خسارة، اشتروها بتراب الفلوس. اتفضحت. اتلقت السوسو. مش ده الظلم برضه؟ انت أدرى، ما انت ظالم كتير. كتير، بس حماية البلد من مصايب أكتر.
اللي زي دي لازم يكون الوش الوسخ لحاجات كتير علشان امان البلد. وما همكوش واحد ياخد مؤبد ظلم من غير زعل. ما يهمنيش. شوف يا ابني اللحظه دي انا ما يهمنيش مين اللي وراكم، لانه اكيد حد كبير وعايز يظهر الحق. تعالى نسميه انا وانت عبد الحق ونركنه على جنب. الاثنين اللي انا دخلتهم لكم دول ممكن تاخدوا منهم الاعتراف اللي انتوا عايزينه قدام كل الاعلام. وانا رجعت شغلي تاني. سيبني بقى اخرج علشان اعمل هروبكم ويقدر ما دخلك شر. هروبنا ده بقى الحاجه الوحيده اللي احنا اللي لازم نعملها نفسنا. هتخرجوا ازاي؟ هتتفرج. بس لازم نستنى اخر مكالمه. مكالمه فيها الشفاء. في نهايه عليها دليل اثبات براءه ابويا. مش هتعدى الا لما اعرف هستلمها ازاي. تمكنوا من التعديل. ربنا معاك. اقتحم كمان 5 دقايق، مفيش وقت. مش هتحرك الا لما المكالمه تيجي. اللي هيكلمكم ده ما يعرفش ايه اللي بيحصل هنا. الاقتحام هيحصل وهنضيع كلنا. يا باشا ما نضيع، ولا انت خايف على نفسك بس؟ انا لا خايف على نفسي ولا عليكم، انا خايف على الناس اللي مالهاش ذنب دي. الناس اللي مالهاش ذنب اللي انت لسه قايل ان هم ما يهمكوش. انت خايف عليهم؟ انت عايز ايه؟ انا عايزك تهدى خالص. لان مش هتحرك من هنا الا لما تجيلي المكالمه. استنى. ايوه. ايه يا طه؟ مش هتقولي القرد بيتكلم؟ طب ازاي يعني؟ من غير ازاي ومن غير ليه؟ اسطوانه اللي عليها براءة ابوكم ايه؟ قدامكم 3 دقايق والدنيا تتربع عليكم هنا. ياه. انت اللي عامل ده كله؟ يا كلمة العميد اللي جنب زكريا ألمص دي تستاهل كل اللي احنا عملناه. خلصنا يا طه. خدتوا حاجتكم. سيبونا نخرج وشوفوا هتخرجوا ازاي، مفيش وقت. ماشي. بينا. بقول لك ايه؟ احنا عملنا كل حاجة أنت عايزها. صح. بس بعد اللي أنت عملته أنا ما أضمنكش. تقصد إيه؟ أقصد إن إحنا هنسبقك عشان ورانا مشاوير. وبخلي أصحابك يفكوك. طه يلا رشاد. يلا شرح. طه ما تفنيش على كده يا طه. طه القرد بيتكلم. قوات الخاصة ابتدوا يتحركوا. الحكومة هتقب علينا. يلا عبده. عبده قوم. يا عبده قوم، أنت جاي تنام هنا. ما ينفعش كده يا عم طه، انت بتبني معايا ساعة واحدة بس، انا بقالي 6 ساعات ده ابو داري وجعني يا رشاد. خلاص مش وقته. هبقى اجيب لك شريط رومادول. يلا يا عم وش شبح اسمه ده. شاهد يا عم. في الموتوسيكل. الموتوسيكل جاي. انت بتزعق ليه؟ هما كمان معاكم؟ مش كلهم، بعضهم. اه يا ناقص يا واطي يا ابن الكدابة. انت طالع يا تيسير. طالع يا تيسير. كنت فين يا سيف؟ عقبال ما اشتريت المكنة، وبعدين الفلوس اللي انت بتسالي ما كفتش، وعشان اكون سكة معاك دول الباقي. يعني انت المكنه دي هتنجزك يعني؟ يا اسرع من باقه النت. اه عزيز. دي فيها موت على عزيز. انا ما بموتش. موتش ازاي؟ ما بموتش. ازاي؟ عادي يعني. ولا انت كل اللي عليك انك هتقعد في وسط الجمهور، هتعزعز لب وتاكل فشار وتنبسط قوي من العرض. اول ما هنعمل اللي احنا هنعمله عايزك تقلب فرخه وتقعد تعيط وتخوف الناس اللي حواليك، تحسسهم ان احنا وحوش وقتالين قتلة. هتعرف بقى تعيط وتولول وتعمل الحبتين دول ولا هتكشفنا؟ دي حركتي المفضلة. أنا بالصبح أنا عارف أنا مش هروح النهاردة. بقول لك أنت بتحرق لي شعرك ده، أنا عايز يبقى شكلك موظف كده غلبان عشان تصعب على الناس، فرش؟ أنا عايزك تشغلهم لي وعايز شوية من الحكومة يجروا وراك. جاهز يا عزيز؟ جاهز. استنى. القرد بيتكلم. بقول لك يا طه، في حكومة كتير هنا على يمين السيرك، وفي قوات خاصة ابتدت تتحرك على شمال السيرك. عايز مصر كلها تعرف إن في مصيبة كبيرة، كارثة بتحصل، وعايزك تتابعي الأخبار من بره السيرك وتبلغيني بيها أول بأول. لما هتكلم معاكي مش هتقولي أي حاجة إلا لما أقول لك كلمة السر اللي هي إيه؟ القرد بيتكلم. عبد العزيز هتخرج من باب السيرك اللي على اليمين هناك ده. حاضر. استنى، خد الواد ده معاك.
قوم يلا قوم يلا كتف كتف وراك وبسرعه يلا خلينا في الموزه الجامده دي يلا بدل ما افضيع فيك يلا اخلص اخلص يلا يلا نقوم مع بعض كلنا معلش هوب ثانيه واحده خلاص يا جماعه كنا بنهزر معاكم بصراحه كلنا ده هزار فاحنا هنروحكم دلوقتي تمام عايزكم بس تبصوا معايا هنا فريدة You're the good girl بص احنا هنتفق اتفاق مع بعض كده كلنا دلوقتي انا ما بعرفش انام غير حريم بس يعني هنحاول لان الناس دي جايه تشخرمنا فانا هعمل كده كلنا هنعمل ايه هنركز مع ده انت صاحي اصلا ولا انت مش مركز معايا خالص ركزوا مع ايديا عشان هننام كلنا مغناطيسيا محدش يضرب نار معاه رهينة انتوا مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ طب ما انت كمان خدت اللي انت عايزه. احنا لسه حاجه بسيطه كده. انتوا بتعملوا ايه؟ تلاقش مش اسلوبنا. مالناش في الناشف يا عمرو. رهنك على 100 جنيه اني هوقفك قدامي ثاني يا طه. تم التعامل مع الرسول. انت اقتحام السلك بحذر. احتمال وجود مفرقعات. Thank you.
يظهر ان اليوم لسه مخلص. اللي بيحصل في بيتي يا خواجه؟ لو ده السؤال انا مستنيك من الصبح عشان تجاوبني عليه. انا لما فتحت بازار في العماره دي اشتريتها كلها ما عدا شقتك. قلت ده ظابط قديم ويمكن وجوده فيها مال الكل، بس عمري ما توقع خالص ان الضربه تجيني من شقتك. ضربه ايه وشقه ايه؟ انا مش فاهم حاجه. شوف يا زكريا، ده ممكن مش مقدر قيمه الراجل اللي قدامك ولا قيمه الحاجه اللي اتسرقت. زكريا باشا يا خواجه، الكريستاله اللي اتسرقت نتيجه اصطدام نيزك بالرمله، وتمنها 30 مليون دولار، حفره من شقتك على البازار ولا الموزه اتسرقت، واللي زيي ما يتعاملش مع الحكومه. ده زكريا باشا. من غير كل اللي انت بتعمله ده، لو عمل كده ودخل بيتي انا اللي هجيبه يا خواجه. ولا انت شايف حاجه تانيه؟ انا لولا قدام التلفزيون وشايفك قدامي طول الوقت كنت قلت ان انت حافظ على كلامك يا خواجه. لا مؤاخذه، انا عارف ان انت رجعت خدمه زكريا، بس يعني ممكن يكون سباك، نجار، الواد بتاع المكوه. عموما انا هسيبك تستريح شويه ونرجع نتكلم في الموضوع عشان نعرف بس حصل ازاي. آخر مرة هنتقابل فيها، كلامنا بعد كده هيبقى بالتليفون. طبعا أنت عارف الملف ده فيه إيه؟ ده ممكن يدخلك السجن بقية عمرك. الملف ده مش هيخش الداخلية فين؟ طول ما هتعمل اللي بقول لك عليه، وبعد ما نخلص كل حاجة ليك كمان نص مليون جنيه. يا زكريا باشا أوامرك، وهي كلها مصلحة واحدة. الو طه. ايوه مين؟ مش مهم مين، انا جايب لك خبر هيفرحك انت واخوك. رشاد انا عايزك في مصيبه يا رشاد. عايز ايه يا طه؟ واحد معرفوش اتصل بيا وقال لي ان معاه دليل براءه ابوك. ايه؟ معاه فيديو للحادثه بتاعت شرم الشيخ، بيقول متصوره من كاميرات من محل قدام الفندق، وبعت لي الصوره دي وقال لي هيبعت لي الفيديو. وده في مقابل ايه؟ مقابل ان احنا ننفذ المصيبه اللي انا جاي لك فيها. وانا عملت مكنه بواصله هتخرجنا من على المسرح لغايه بره. القرد بيتكلم وبيقول السيرك وكل اللي فيه تحت السيطرة. طه أول ما يكلموك قول لهم أنا مش هتعامل مع حد غير يوسف شامة وزكريا ألمظ. يا غبي، يوسف شامة ميت، يعني أنا رايح أرايح، مش عايز العيال دي تعرف أنا مين. لو عرفت هنروح أنا وأنت في داهية، بس دهيتك هتبقى أتقل حبتين. ها؟ البازار بيقفل الساعة 9 بالليل وبيفتح 10 الصبح، وقت ما أروح تكون أنت بتنفذ. رشاد مش عايزين حد يتأذي. تأذوا مين يا شبح؟ ده اكسسوار سيما. بس لو حد قال بأصله عايزك تعمل لي فيها مجنون. تعمل فيها مجنون ازاي يعني؟ اقتل لك 3-4؟ ايوه اقتل لي 3-4. 3-4 ولازم تجيبي سيرة واحد اسمه زكريا ألمص، شكلهم كده عايزين يلبسوا الليلة. العميد زكريا ألمص. أنا لولا قدام التلفزيون وشايفك قدامي طول الوقت كنت قلت إن أنت. وإيش دخل القاعدة في اللي إحنا فيه بقى؟ جاي زكريا ده بيلعب فينا. هتقطع الكهرباء عن البيت كله، البازار مليان كاميرات واجهزه انذار. الخزنه مش هتفتح بالطريقه البلدي بتاعتك،
رجعت تغطى نيتروجين بتتجمد. وحشتني يا ارمز. خارمني في واحده في الصلاه. ده انت قديم فشخ. اللي جابكم هنا فوق الاسطوانه يا نجم طلعت فاضيه فقلنا نشقر عليك. ما انا عارف يا ترى انتوا فاشلين للدرجه دي؟ انا مسلمكم الاثنين ارهابيين تاخدوا منهم الاعتراف اللي انتوا عايزينه. تعلمني اسلمكم كمان الاسطوانه؟ انا ما كنتش ضامن كنت هخرج ولا لا. ايوه انت فاكرني عبيط ولا ايه؟ انت لو ما جبتش الاسطوانه تبقى فعلا راجل عبيط. ومين قال لك ان انا مش هديها لك؟ ده حقك. احنا كده خالصين. بالظبط كده. اديها الاسطوانه بتاعت ابونا ومبروك عليك رجوعك الخدمه وخد الالماظه دي مش عايزينها. ماشي. واحناش ضمننا ان دي مش زي اختها فاضيه هي كمان. لا نضمن نضمن ناخد كل الحاجات اللي عنده في الخزنه. ايوه يا عم الحاج. سيدي هي سليمه طبعا. لو طلعت سليمه فعلا عشان الحاجات اللي انت خدتها دي يبقى هنتقابل تاني يا طارق. ما زهقتش من رهان؟ بكسب. ما تنساش ان بكفنا. بكفنا وبطل اخرام في الصاله عشان العمارة هتقع بيك. لو انت مش عبيط فخلي بالك ان جورج كمان مش عبيط. وهو بتاع الماظ يعني انت هتتقلمص. متأخر يا شبح. مستعجل على ايه؟ هتلاقيه دلوقتي طالع فجأة. اوه ايه يا اولاد الجن؟ ثلاث سنين سابني في السجن. يا حاج الحاج انت واخد تأبيد ده خرجناك بعد ثلاث سنين. والحمد لله. الحمد لله. يا اوراداتي مين الموزه الحلوه دي؟ نسيت توته؟ دي مرات ابنك يابا. ده راجل فاقد الذاكره خالص. توته الوصله توته. سيبك منها بقول لك ايه انا محفظ نسوان مصر كلها نمرتك امسك التليفون اهو. جدع على لا حلو بلاي ستيشن نمر ها؟ كام؟ زيرو كام؟ زيرو واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة أربع ستات. أربع ستات على الشارع برضه. طب هات التليفون بقى وعش. لما القرد يتكلم من ثاني شوف مين في الأدغال يتحدى إخواتي. أوف إيدك فوق مش عايز أسمع صوت. إثبت يا معلم النهارده القرد اتكلم وقال قنابل مسدسات والقرد بيتكلم رسالة للباشا والتتر لسه بيتحمل يبص في الساعة يشوف انه وقته بيتقدم لو يرجع لباب بيتنا للحظة يشوف طهر يترتم. انا واخويا ماليش غيره جوه الدنيا دي ظلم ابونا واحد اسمه زكريا خلاني قرد من فصيلة فريدة برية في سلك اللصوص مع الاسود الشرانية بنية. لما القرد يتكلم بلساني شوف مين في الادغال يتحدى اخواتي.
مكسور اثبت يا معلم النهارده القرد اتكلم وقال اخويا طه طيب جدا بس انا هعلمكوا الادب يمكن يوم تكون نسيت بس انا افكرك بالسبب طه ورشا تاكل رصاص لما تسمع الصوت اللي بيتكلم وش مش عايز حاجه غير موت الكل واقف جنب واحد انا انت وانت عارف كونك للجريمه كاشف مش معناها حاجه انت جوه الغابه انا اجنى للعروض والهروب السحاره لما القرد يتكلم بلساني شوف مين في الادغال يتحدى اخواتي وقف ايدك فوق مش عايز اسمعك صوت اثبت يا معلم النهارده القرد اتكلم وقال اسمع وتعلم فكر وتشقلب وندكر سوق مركب عشان تيجي لازم تتنازل عن رجالتك وتجاوب انت سألتك دي الطريقة الوحيدة اللي تضمن لك سلامتك دي الطريقة الوحيدة اللي تضمن بيها حالتك ودي الطريقة الوحيدة اللي حضمن بيها والدك اوعى تعمل حاجة يا رشاد روح فيها يا عم روق دمك دمي واللي في قلبي هو في قلبك لما القرد يتكلم